أحيانا قد تسمع صفيرا من السماعة، وذلك لأن الصوت الذي تم تكبيره قد ينفذ خارج الأذن، وبذلك يتلقاه المكبر الخارجي ليكبره من جديد. ليس من المفترض أن يكون صفيرا إذا كانت السماعة مركبة جيدا وتعمل بشكل طبيعي، لكنه من الطبيعي أن يكون هناك صفيرا إذا قربت جسما ما إلى أذنيك أو كنت على وشك إدخال السماعة وهي تعمل. إذا استمر الصفير بعد التأكد من إدخال السماعة، إذن فجرب التالي. أولا، نظف السماعة بقطعة منديل. نظف منفذ الهواء بالفرشاة الصغيرة. لمعرفة المزيد يمكنك العودة إلى كتيب الإرشادات، وقم أيضا بتغيير حاجز شمع الأذن. ثانيا، تأكد أن المكبر أو الميكروفون أعلى السماعة ليس مغطى إذا كنت تمتلك هذا النوع بالتحديد. قد يحصل هذا مثلا إن قمت بالاستلقاء على الأريكة أو احتضنت شخصا ما. إذا استمر الصفير، قم بحجز موعد مع أخصائي السمع الخاص بك.